السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في محاضرة جديدة. لهذا اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن تمرين 2 إلى 3، يعني الوحدة الثانية تمرين الثالث. صيغة السؤال: Use the following verb to complete the sentences. Sometimes you need the negative. يعني معناها استخدم الأفعال التالية لكي تكمل الجمل، وبعض الأحيان ستحتاج إلى حالة النفي، يعني مو دائما مثبت. Sometimes you are going to make it negative. الجملة الأولى: The earth goes. الأرض تدور حول الشمس. طبعا هذه حقيقة، يعني إذا جاب لك The earth goes لو is going تتقول له goes. ليش؟ لأن حقيقة. أخوان هذه التمارين مهمة جدا، ركز علينا. الجملة الثالثة: Rice doesn't grow. الرز لا ينمو في بريطانيا. خمسة، رقم ثلاثة: The sun rises. طبعا نضيف اس لان الفاعل مفرد. أربعة: النحل يصنع العسل. ف بيز ميك، ما راح نقول ميكس لان جمع. عندنا رقم خمسة: vegetarians يعني الأشخاص اللي يأكلون الخضروات، don't eat meat ما يأكلون اللحم، يسمونهم النباتيين. ستة: doesn't believe الملحدين، أعتقد الملحد لا يؤمن بالله، الملحد. سبعة: أنا انتربرتر، المترجم translates يترجم. زين. ثمانية: الحال راح يكون don't tell. احنا عندنا الفعل tell، الفعل هو tell يخبر، don't tell لا يخبرون، يعني الكاذبين لا يخبرون الحقيقة، الفعل tell راح ناخذه. وبالنسبة لرقم 9 راح يصير follows، يعني نهر الأمازون follows. نضيف أس الشخص الثالث لأنه مفرد.